من الدخول للمطار وحتى ركوب الطائرة لن تحتاج إلى حمل جواز سفرك، فمع الخدمة الجديدة التي أطلقتها الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي بإمكانك السفر عن طريق بصمتي العين والوجه، والتي سوف تلغي وجود جواز سفرك بيدك. طلال الهنداسي خاض التجربة في مطار دبي لكنه لم يسافر، وإنما عاد لنا بالتقرير التالي. بدون جواز سفر وخلال 5 ثواني فقط يستطيع المسافر الآن عبر مطارات دبي الدخول في كافة الممرات الإلكترونية دون أوراق ثبوتية، وهي عن طريق الخدمة الجديدة للبوابات الذكية والتي تم تحديثها مؤخرا، بحيث تستطيع قراءة بصمتي الوجه والعينين من خلال النظر إلى الشاشة في النقطة الخضراء، ومن ثم يسمح له النظام بالمرور. لما تسافر تستخدم الجواز، تستخدم البوردنج، الحين اعتمد على البصمة بدون ما تستخدم الجواز ولا تستخدم البوردنج. هاي 5 ثواني مجرد نقلنا خاصية الممر الذكي إلى يعني التحديثات اللي نقلناها على البوابات الموجودة، البوابات الذكية، فأصبح المرور عن طريق البوابات عن طريق البصمة بدون استخدام الجواز. 122 بوابة تم تفعيلها لخاصية قراءة بصمتي الوجه والعينين في صالات المغادرين والقادمين، ويتطلب من المغادرين تسجيل ذلك مسبقا، أما القادمون فيتم اعتبارهم مسجلين بحكم أخذ بصمة الوجه والعينين عند دخولهم الدولة. كما أن الخاصية الجديدة بإمكانها معرفة ركاب الدرجة الأولى، وبالتالي تسمح لهم بالدخول لصالة المسافرين. اللي في الدولة، شوف اللي جاي من برا الدولة هذا كلهم مأخوذ البصمة، معرف عنا الجواز، يعني البصمة، بصمة العين، بصمة الوجه. فلابد اللي مو مسجل نسجله في المغادرة قبل ما يسوي التشيك إن. منذ تسجيل الدخول حتى صعود الطائرة لن تحتاج لأوراق ثبوتية أو حمل أي مستندات، فالتحول الذكي الذي تعيشه دبي اليوم يواكب المتغيرات المتسارعة ويحدث نقلة هائلة في تبسيط الخدمات للجمهور. الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي تسابق الزمن حتى تمكن المسافر من الدخول والخروج عبر مطارات الإمارة بدون استخدام أي وثيقة رسمية، فقط بالاعتماد على بصمة الوجه. طلال الهنداسي، إخبار الإمارات، دبي.